سلام، معكم زاركول، وحقيقه جديده لاول مره كيشوفني انا بدر الدين من المغرب. كنقدم واحد ديال القصص والنظريات والحقائق. كان كيعجبك النوع المحتوى ولا مهتم به وكل ما عليك وتشترك في لاشين عن طريق الضغط على زر سبسكرايب اللي كاين تحت الفيديو وتفعل الجرس باش فين ما نحط شي فيديو يوصلك انت الاول. بالاضافه لعجبك الفيديو ضغطنا على زر لايك وتبارطاجي الفيديو، وهذا هو الانستغرام ديال اللي بغيت تواصل معايا. اوكي، بزاف ديال الناس وصلهم التحديث الجديد ديال الواتساب اللي اشعل واحد الجدل كبير في الساحه الصحفيه والعالميه. فبزاف ديال الصحف دوات على التحديث الجديد، ماشي فقط غير الصحف، بل اجبرت اول شخص ثري في هذا العالم الى ان يقوم تغريده على تويتر، وغادي يدوي على هذا الموضوع. المهم، هذا التحديث الجديد ديال الواتساب اللي دارته، كيف ما كنعرفوا بان واتساب فقط شركه تابعه لفيسبوك، وان فيسبوك شرات واتساب وانستغرام. وخلاصة هذا التحديث هو انه كيقول نيشان قبل شروط ديالنا بالقوه، ولا غادي نحذفوا لك الحساب ديالك، ولا دوينا على الحذف الحساب فغادي يمشيو لك الميساجات كاملين اللي دوني عندك في واتساب، الرسائل المهمه، كل شيء غادي تحذف. على منصات التواصل يستمر الجدل الذي أثرته واتساب بشروط الاستخدام الجديدة للتطبيق، حيث أطلق نشطاء حملة عبر هاشتاغ ديليت واتساب أو احذفوا واتساب. أعلنوا من خلاله حذفهم التطبيق احتجاجا على ما وصفوها بمحاولة واتساب وفيسبوك انتهاك خصوصية المستخدمين. وكل اللي غادي يقول اوه شنو هما الشروط كاع اللي غادي يخلي واتساب شخصيا تحيد لي الحساب ديالي؟ صدقني هاد الشروط تقدر تخليك انت تحذف الواتساب ديالك دابا. هاد التحديث غادي يخلي اي واحد كيستعمل واتساب انه يقبل على مشاركه المعلومات واللي دوني ديالو في الهاتف ديالو مع شركه واتساب، وبالتالي من واتساب لفيسبوك. اي ان واتساب بصريح العباره كتجي تقول لك غادي نهزوا لك لي دوني ديالك، ولا رفضتي بطبيعه الحال كيف ما غادي يديروا بزاف ديال الناس هاد الشروط، فعندك من هنا حتى ل 8 فبراير غادي يحذفوا لك الحساب ديالك. فشروط واتساب الجديده تنص على ان شركه واتساب سيكون لها الصلاحيه باخذ بياناتك وملفاتك الشخصيه، وغادي تشاركهم مع شركات اخرى، ومن هاد الشركات شركات مملوكه لفيسبوك. والنوع ديال هاد الشركات اللي غادي تشارك معهم واتساب البيانات ديالك فقط شركات الاعلان. ومن هاد المعلومات اللي غادي تاخذ لك واتساب من الجهاز ديالك مثلا اسمك الكامل، عنوانك، رقم هاتفك، وايضا صلاحيه الوصول الى عنوان الاي بي ادريس الخاص بك، اي مكان تواجدك الان، وبزاف ديال المعلومات الاخرى اللي كاينه في النص ديال التحديث. بعباره اخرى، فان واتساب ستتمكن من الوصول الى اي شيء في هاتفك، مثلا قوه بطاريه هاتفك، نوع المتصفحات التي تستخدمها، شحال ديال الوقت كتقضيه في الانترنت، شحال ديال الوقت كتقضيه في واتساب، شحال ديال الوقت كتقضيه في تطبيقات اخرى. اوكي بدر، هاد المعلومات اللي شدوا علينا اش غادي يديروا بهم؟ هاد المعلومات اللي شدوا عليك غادي يصيفطوهم للشركه الام اللي هي شركه فيسبوك، وفيسبوك غادي تبيعهم لشركات اخرى تاع الاعلان. فهذوك المعلومات اللي شدوا عليك كاملين غادي تستخدمهم شركات اخرى باش يعرفوك انت اش كدير في الانترنت، باش يعرفوك انت من اي نوع ديال المستخدمين ديال الانترنت. اي مثلا ديك الشركه ديال الاعلان اللي بعت لها فيسبوك البيانات ديالك نتايا، مثلا بغات دير اشهار ديال السياره، غادي يشوفوك انت داكشي اللي كنتي كتدخل ليه، واش كنتي مثلا كتقلب على السيارات، واش انت مولع بالسيارات، واش مولع بهذا المجال، فبالتالي انت كتكلاصا عندهم باللي انت مولوع بالسيارات. فبالتالي ديك الشركه ملي تبغي دير الاعلان غادي تطلع لك انت اعلان ديال السيارات. وهناك امثله اخرى، علاش يوتيوب وجوجل وفيسبوك كتاخذ المعلومات ديالنا؟ اش دير بهاد المعلومات ديالنا كاع؟ فالسبب الرئيسي هو سبب تجاري، اي ان فيسبوك وواتساب كتستعملك انت في التجاره من خلال دوك البيانات اللي كياخذوا عليك والمعلومات الشخصيه، كيعرفوا الاهتمامات ديالك. فمثلا نعطيكم مثال، واحد النهار كنت غادي مع دراري صحابي ودويت على واحد اللعبه ديال البلاي ستيشن. المهم كنا كندوي على ديك اللعبه، دازت تقريبا ساعه، فاول ما فتحت فيسبوك ودخلت لفيسبوك اول حاجه طلعت لي هي اعلان ديال ديك اللعبه. فهما ملي كتعطيهم المعلومات الشخصيه ديالك كيولي عندهم الحق الوصول لاي حاجه منها الميكروفون. فانا فاش كنت ندوي مع دراري صحابي كانوا هما كيتصنتوا، فبالتالي ملي دخلت انا فيسبوك طلع لي داك الاعلان اللي كنت كندوي عليه قبيله. فانت بلا ما كتحس تعطي الفيسبوك خاصية الولوج لأي شيء، وهذا الشيء بالضبط كيخلينا نطيحوا في نقطة أخرى هي الخصوصية. فالشركات أو التطبيقات اللي كنستخدموا في الهاتف ديالنا ما كتحافظش على الخصوصية، فبالتالي الشروط اللي جاو في الأبديت ديال اليوتيوب الأخيرة كان عليهم بزز يديروا داك الشروط. فمن قبل ما كانوش كيعلموك بأنهم كياخذوا لك البيانات ديالك، أما الآن فقد خرج واحد القانون جديد تيقول لأي شركة خاصنا نقولوا الناس أنه فريق ياخذوا لهم البيانات ديالهم. بالتالي في الابديت الاخير ديال الواتساب كان وفق القانون الاخير اللي دويت لكم عليه، وفق قانون حمايه الخصوصيه، فواتساب كانت ديجا كتاخذ لك المعلومات ديالك ولكن في سريه، اما الان ف
فهذا القانون كيجبر عليها بانها كيجبر عليها بانها تقول للمستخدمين بانك كتاخذ اليوم المعلومات ديالهم. هذا الشيء اللي خلى ينوض واحد تورد الغضب على شركة فيسبوك. فأنت لست مخير، فأنت مجبر إما تقبل سياساتنا أو سنحذف رسائلك. بخلاصة، فإن فيسبوك تبيع المعلومات الخاصة بك لشركات أخرى لتتمكن تلك الشركات بعرض منتوجاتها لك. قلت لكم في الأول ده الحلقة باللي أثرى شخص على وجه هذا الكوكب قام بردة فعل على سياسات واتساب الأخيرة، وهذا الشخص هو إيلون ماسك، صاحب شركة سبيس إكس، الذي حطم بيل جيت مؤخرا في الشهور الأخيرة وأصبح أغنى رجل على وجه الكرة الأرضية. المهم، إيلون ماسك خرج بحد تغريدة في تويتر وقال يوز سيجنال. أش بيقصد إيلون ماسك؟ أش بغي يقصد إيلون ماسك؟ فأشنو هو سيجنال؟ فهذا التطبيق اللي سميته سيجنال هو حد تطبيق اللي تم الإعلان دياله في سنة 2004. المهم، أشنو هو المميز في تطبيق سيجنال؟ التطبيق ديال سيجنال هو واحد التطبيق اللي ما كياخذش لك البيانات ديالك، والسبب هو ان كاينين منظمات خيريه كبار كتدفع لتطبيق سيجنال باش انهم ياخذوش البيانات ديالك. بلاص ما ياخذ سيجنال البيانات ديالك وبيعهم شركات اخرى ديال الاعلانات ويربح على ظهرك، كتجي منظمات خيريه ديال حمايه الخصوصيه تاع الانسان هي كتخلصو براسها، ما كاينش لك البيانات ديالك. فإيلون ماسك حط المتابعين ديالو باش يجربوا هذا التطبيق لانه احسن من واتساب. في ختام هذه الحلقة كنتفكر واحد المقولة اللي هي مهمة بزاف: If you are not paying for the product then you are the product. إلا ما كنتيش كتشري المنتوج عرف راسك بلي انت هو المنتوج. وهذا الشيء بالضبط اللي بديرو شركة واتساب.